نقعد ونحكي، ومعنا صديقنا فادي الأردني، ومعنا أخونا نور من السودان، يعني الأمة العربية كلها، ومعنا فلسطين هناك، ومعنا قصة مذكورة في كل الكتب المقدسة، يعني في الإنجيل وفي القرآن الكريم. إحنا فين؟ في قلعة مكاور اللي بتبعد عن عمان العاصمة العزيزة حوالي 50-60 كيلو، في مطالع جبل مكاورة اهو. القلعة كانت فوق الجبل ده لكنها اندثرت في معظمها، لكن الحكومة الأردنية عاملة شغل رائع في انها بتحاول بتجيب بتعيد كل حاجة بتوضبها. نحن في حضرة سيدنا يحيى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى سماه بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية، ما فيش حد على وجه الأرض كان يتسمى يحيى. ثم كمان هو اللي ربنا سماه زي ما قال لها يا مريم إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى، اسمه المسيح، اسمه عيسى بن مريم. طيب يا سيدي، ايه بقى قصة سيدنا يحيى وعلاقته بالسيد المسيح، وازاي قتلوه بتوحش، والنبي يحيى كان بيدعو لإيه؟ نحكي بقى بالراحة. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فزمان كانوا إيه، الواحد عايز يتقرب من الله يوم ينذر له اللي في بطن السيدة بحيث إنه يهبه للعبادة، يهبه للعبادة. بس طلعت بنت، فقالت له يعني أنا نظرتها برضه، اللي هي مين؟ ستنا مريم. يقال انه سيدنا يحيى من اليصابات، ده اللي في الكتب المقدسة، دي ام سيدنا يحيى. هل هي اخت ستنا مريم عشان يبقوا ولاد خالة، ولا هي اخت ام ستنا مريم فيبقوا ولاد خالة بس بدرجة ابعد سنة؟ لكن المؤكد انهم ولاد خالة، لانه في حديث الاسراء والمعراج مذكور انه ان سيدنا النبي قال ان انا قابلت سيدنا عيسى وسيدنا يحيى اولاد الخاله، فهم في بينهم علاقه وطيده. طيب سيدنا يحيى عليه السلام زي ما قلت لكم لما اتولد بيقال انه طلع رضع فوق. على فكره الحكايه دي ممكن البعض يعتقد انها حاجات، شوف الحاجات المتعلقه بالانبياء وعلاقتهم بالله دي ما بتشغلش فيها عقلك خالص، ما تقدرش تشغل فيه عقلك، لان صاحب الملكوت ده هو يعمل فيه اللي هو عايزه. فممكن تبقى الحكايه ممكن يكون ليها اصل، ليها حاجه، يعني ما فيش مانع ابدا في كل ما يتعلق ما بين نبي كريم الله مسميه، ومسميه اسم جديد، يعني مسميه اسم مش موجود في البشريه. سيدنا يحيى زي ما قلت لكم كان ياكل الجراد يوم، يعني بياكل اكله حلوه وبياكل ورق الشجر ومالوش بيت. يا سلام. سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، واتيناه الحكم صبية. دي حاجة مميزة جدا انه هو صغير كان عنده حكمة، مش الحكم يعني ملك، لا الحكم يعني الحكمة، وهو صغير كده، ولذلك لا شاف لعب ولا شاف حاجة ولا تزوج ولا حاجة، لان كلمة حصورا دي راحوا فيها وجم المفسرين قالوا انه يعني ما ملوش علاقة بالستات، مش هيتجوز ولا عايز يتجوز ولا ليه علاقة بالقصة دي في بعض التفسير يعني. لكن هو عاش في المكان ده يدعو إلى المحبة والرحمة والإيمان بالله. ويقال إنه في بعض الأحاديث عندنا بتقول إنه سيدنا النبي حكى إنه سيدنا عيسى قابل سيدنا يحيى فقال له يا يحيى مش ربنا بلغك خمس حاجات تقولهم لبني إسرائيل؟ ما قلتهمش ليه؟ أنا هقول لهم أنا. قال لا أبوس إيدك، لان انا لو ما قلتهمش ممكن ربنا يزعل مني وانا مش حامل الحكايه دي، انا هقولهم. ودعا بني اسرائيل لخمس حاجات، اولهم لا تشركوا بالله شيئا، ثم دعا للصلاه انك انت لما تصلي ما تتلفتش، ودي فيها حكمه لطيفه قوي. هو قال لهم كده، قال لهم يعني انتوا لما بتصلوا بتتجهوا الى الله فتنظروا الى الله فالله ينظر اليكم، فهل صح وانت بتبص لربنا وربنا بيبص لك انك تعمل كده بتعمل كده؟
ثم الصدقة، ثم أنا قلت لكم الصيام كمان، الصيام، ثم خامس حاجة ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الخمس حاجات اللي دعا فيهم سيدنا يحيى ومشي يدعو الناس، حتى إنه وقف في نهر الأردن وجاءه المسيح في الحكاية المشهورة جدا، قال له وجئتني تتعمد مني، أنا الذي أحتاج إن أنا أتعمد منك، قال له لا دلوقتي أنت هتعمدني وبعدين أنا هعمد الناس كلها. فعلا في نهر الأردن، وده المكان ده هتشوفه معانا إن شاء الله، عمد سيدنا يحيى السيد المسيح من وضعه في الماء وقال عليه بعض الآيات، ودي بقت يوحنا المعمدان اللي بيعمد، ودي بقت هي تقليد في الديانة المسيحية إن الطفل هو صغير لازم يتعمد. طب هو ما يتعمدش هو صغير، يتعمد هو كبير، وهو كبير وهو كبير، في أي وقت في أي وقت ممكن التعميد في الديانة المسيحية. سيدنا يحيى عليه السلام له قصة بقى، إنه مسألة إنه بني آدم يعيش من غير بيت دي مسألة عجيبة قوي، لكن هو السيد المسيح كانوا كده يمشي في الصحراء ويدعو الناس للمحبة، يدعو الناس لأنهم يختم بعضهم، كان مجتمع متوحش. ومع ذلك سيدنا يحيى بقى قصة موته قصة عجيبة جدا، لأن هي دي القصة المتعلقة بالمكان اللي احنا فيه في هذه القلعة. كان المكان ده بيقول لك الحاكم هيرودوس كان بيجي هنا يتفسح يستجم في القلعة دي. هيرودوس ده يا سيدي بقى حب مرات أخوه، أخوه كان ملك هنا في الجليل فيليب، شاف مراته عجبته فراحت قاعدة معاه. في الوقت ده ما كانش فيه كلام من ده إن الواحد يتجوز مرات أخوه عايش. فيا سيدنا يحيى مشي في الناس يقول ده جواز زنا ده حرام، ده جواز زنا ده حرام. هيرودوس عارف إنه نبي، طب يعملوا إيه؟ مش قادر يقتله ولا قادر يعمل له حاجه. مين بقى الست بقى اسمها هيروديا؟ دي الست اللي مرات اخو هيرودوس دي هتتجنن بقى، لانها عايزه تضم الحاجات على بعضها وعايزه تعيش مع الراجل اللي حبته او حبت ملكه الله اعلم بقى بيوم. فعندنا كذا قصه وكذا تفصيلة من ايه اللي حصل لسيدنا يحيى، ايه اللي خلاه مقتلوه. في طبعا بتاع المضيئة في الادب وفي الثقافة وفي الكتب اللي هي رقصة سالومي الشهيرة اللي هي بتاعت السبع اوشحة، اللي مش عارف لو تراسلت لي عامل ايه بصراحة، لانه بقى ايه هيروديا دي بقى كان عندها بنت زي القمر عايشة في روما، يقال انه هي السبب في موت سيدنا يحيى دي مؤكدة، لكن ازاي حصل كده ليه؟ شوف عندنا كذا قصة. القصة الاولى ان سالومي دي كانت رأسة سالومي يعني كانت موجودة في روما وكانت بتحب ابن الامبراطور، والامبراطور قال لها لا انا ما جوزكش ابني، ما شافها مش مناسبة ليه يعني، وقال لها امشي روحي اقعدي في الجليل ما تقعديش عندي في روما. فهي راجعة لقيت راجل الناس مملمومة حواليه وعمال يقول كلام جميل ودعوة حلوة، وفي وسط الدعوة بيدعو على الرومان ان دول غزاة ودول كذا ودول كذا ودول كذا، فعجبها انه بيهجم على الرومان فارتحت له جدا. راحت بيتها قعدت مع امها. يقال هل سالومي كانت عارفة انه امها سابت فيليب، لان بعد كده هيحصل ايه الملك نتيجه كلام سيدنا يحيى هيقتل اخوه عشان يخلص من القصه، يبقى ما اتجوزش مرات اخوه مات خلاص. هل هي كانت عارفه ان الام وجوز الام اللي هو هيرودوس ده قتلوا ابوها ولا مش عارفه؟ مش عارفين الحقيقه، في كلام بيقول انها كانت عارفه وفي كلام بيقول انها ما كانتش عارفه. لكن بقى العجيب ان هي ليها حاجه مشابهه لسيدنا يوسف، ان هي لما اعجبت بسيدنا يحيى وراحت بقى تسمعه تاني فلقيته بيهاجم جوز امها وامها فاتضايقت منه جدا وساعت ان هو يتسجن. فمن هنا جت قصه القتل. لكن في حكايه تانيه،
ان الام هي اللي سجنت سيدنا يحيى. قالت للامبراطور هيرودس اقتل يحيى ده، فلا ما اقدرش اقتله ده نبي، انا هسجنه. فسجنوه، فرحت له سلومي عشان يغير كلامه. دي كانت اول مره تقابله، القصه الاولانيه دي سيبناها خلاص ما حصلتش، هي اول مره تشوفه. فاعجبت بيه اعجاب كبير جدا، لان هو بقى ايه، اولا هو كان قمر، يعني كان له وجه وطاء وحكيم من وقت كده. فلما دخلت معاه السجن سمعته بيتكلم اتجننت، انا بحبك بحبك يا بابا بحبك يا يحيى، وبدات تعرض نفسها عليه. لكن يحيى لا، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فنتيجة انه رفضها زي بالظبط قصة سيدنا يوسف، نتيجة انه رفضها قالت ده لازم يتقتل. طب الامبراطور مش هيقدر يقتله، طب ازاي يخلوا الامبراطور يقتله؟ ايه الامبراطور اعجب بنت مراته حلوة، فالام قالت لها ارقصي له رقصة تخليه يقولك اللي انت عايزاه انا تحت امرك، اللي تطلبيه انا هعمله لك. فكانت رقصة الاوشحة السبعة، اللي هي ترقص وبعدين تقلع اوشحة وبعدين ترقص وبعدين تقلع اوشحة، واضح ان السابع ده على ما فيش. يقوم ايه، كل ما اوشح يطير كل ما الملك عقله يطير، لغاية ما جينا على الوشاح السابع قال لي انا اعمل لك اللي انت عايزاه. فقالت له عايزة راس يحيى، وطبعا الملوك كلمتهم لا ترد، فاضطر الملك انه ينفذ دعوة مع الوشاح السابع او العرض اللي عرضه على سلومي، واستدعي سيدنا يحيى من السجن وقتل. يقال انه حطوه في طبق وذبحوه عليه السلام. يقال برضو من المرويات اللي ممكن تعتبرها أسطورة أو حكايات، يعني أنه نقاط الدم نزلت ففضلت تغلي لمدة سنوات، حتى جاء نبوخذ نصر اللي هو أنتوا عارفينه طبعا، حكيناه وإحنا في العراق، الملك البابلي الشهير. بيقول لك أن الدم ده فضل ينقط كده ويغلي لغاية ما نبوخذ نصر ده قال لا أنا لازم أجيب حق سيدنا يحيى، فعمل ما سمي في التاريخ بالسبي البابلي. قال لك هما اليهود عملوا كده في سيدنا يحيى، طب أنا هجيبهم كلهم يخدمونا مش يقتلهم. راح جايب فعلا، راح دخل وخد اليهود كلهم عاقبهم على قتل سيدنا يحيى وانتهت القصة. لا، دايما قصص الأنبياء بتتوقف عند نقطة لتبدأ القصة الحقيقية. يبدأ أن سيدنا يحيى مازال حي بيننا، وهو يحيى فعلا، ومازال هو أجمل يحيى، ومازال هو النبي اللي وهب حياته لدعوة الناس إلى المحبة والسلام، دعوة عظيمة جدا.